السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الوحدة الثانية حول التراخيص الحرة وحقوق الطبع والنشر في التعليم. مع نهاية هذه الوحدة يتوقع منك أن تستطيع الإجابة على عدة أسئلة. أولاً، ما الفرق بين حقوق الطبع والنشر والتراخيص المفتوحة؟ ثانياً، ما هي أنواع التراخيص المفتوحة؟ ثالثاً، ما هي الرخص المفتوحة؟ وما هو المشاعر الداعمة؟ كيف نختار الرخصة المفتوحة الأنسب لنا؟ هل سبق وأن رأيت هذه الإشارات؟ ماذا تعني لك؟ هذه الأنواع تمثل رخصة المشاعر الإبداعي والتي تمنحك إمكانية تحديد شروط الاستخدام، فما بين استخدام مفتوح بالكامل دون شروط وما بين استخدام مشروط بحيث تحدد ما تريد أن تمنحه للمستخدم من إمكانيات. هل تريد أن يستخدمه أكاديمية فقط أكاديمية أم تريد أن يستخدمه لأغراض تجارية؟ سنتعرف معا في هذه الوحدة عن تفكر بهذا الموضوع. شكرا لكم.